السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من جديد نلعب دارك سولز. نفكر وين بنروح. وما في الا نقاتل مكان طريق التنين شوية في خطورة. ونروح مثلا نقاتل في الوحش العملاق اللي تاخذ الملابس ويعصب زيادة. وفي بعده وحش بعد يصير تسرع سولير فيه. وفي وحش بعد نفس الوحش اللي مال السجن. نفكر بعد ما التنين الابيض خليه يولي وبنروح عند لما نروح البينتنج وورد. ما في شيء بينتنج وورد بعد مزعج. المقام لان في هاي اللي على شكل عجلات. خاصة في المتاهة اللي تحت مشكلة. المشكلة اني اليوم انا فيه ما يسوى عليه هذي بقى صراحة. يعني طبعا هي الماكسيمم 5 الا الفايرلينك شرنك تعطيك 10. بعدين لما تقويها مرتين من الباقي من 5 فتحتاج هيومانيتي لكن مالت الفايرلينك شرنك تحتاج 2 هيومانيتي. بس المشكلة ان هاي السيف نفسه اللي انا شارله مش موجود في الجزء الثاني.
لما تتجنب على اليسار وتوخر بسرعة، حتى لما ينقز تروح يا تحته وبسرعة يا على اليسار. حفظت حركاته. بقى كلاميت لأني ما واجهته من زمان، ومانس بعد، مانس قوي وكريه وحركاته واجد، لكن هذا حركاته مثلا ينط يضربك بالسيف، كان ضربت حد بالسيف و هو 2030 Oh, for Juniper's sake, put some spring into your step. Father Arrow? شنو Father Arrow؟ فحتى هذا يعني ما عنده شغل. So long. إن شاء الله نفوز المرة. هاي تشوفها الضربة مو قوية بس تسوي لك دامج. يا غبي. اخلص يا غبي. زبد الحين شفت اللي نطيت اكثر من مرة وهاي غلط، او تحركت اكثر من مرة فبعد هاي خطأ. المهم لا في وسط كلمة صدها
كثير. لازم امتص قوه او غضبه. حيوان. نعم لازم امتص. هذا ما ينفع معاه الا توخر عنه. عشان اذا جاي بيضرب ما يلعب شيء. السيف هذا يدمج بس بطيء. درع ذوي عشان الدمج يجي اقل. المرة الرابعة والسادسة، لا الخامسة. مش المهم انه يهزمك، المهم انك تتعلم. خبيث اذا حس ما قدر عليك يهرب. لا غبي. Thank you.
جمت معاها المرة. لا شت. يشرب مني آسف. واخيرا مرتوريوس قضينا عليك يا المجرم. خمت مهمتك. و وين السولز؟ 119,001. واخيرا في ناس قعدوا سنتين كاتبين في احد الفيديوهات عشان يهزمون، لكن انا هازم من قبل بس بعد مش على طول يعني قعدت مدة. بس الصراحة الأصعب هو مانوس يعني. قبل كان الفور كينج. الفور كينج بعد الطريق له صعب. مانوس تحت الطريق له. بعد طريق مانوس صعب. بعد الفور كينج طريقه صعب. فالفور كينج مثل ما تقولون خلاص تعودت عليه. متعود على صعوبته. فالحين محتار انا وين اروح. بروح مثلا دوتر كوشن هذا العنكبوت، ومن هناك بنقاتل نفس التمرين اللي قاتلناه من السجن بس يكون على الاقوى. هذا تذبحها بس انا ما راح انقذ سوليا. شوف هالشيء مستغربة، هي إذا انضميت للكوفننت لازم تعطيها 30 سولز وتعرف الغرض وهذيك. ف شيء غريب يعني. هنا بعد تطلع بنوقف هنا بعدين بنكمل. مع السلامة.